السلام عليكم، وياكم علي. اليوم بكون سؤال حلقتنا اليوم، وش هي وظيفتك المستقبلية؟ وظيفتي المستقبلية والله أملك مطعم. صدمتني يعني بهالسؤال، ما أدري الصراحة وش هو. مو أقل من مهندس. سؤال شوي محير. يعني هو كان حلمي أن أكون تاجر. الحين يعني فكر كتاجر. على قد حالي يعني، مو بشأني تاجر لو تاجر، أنا أهم شيء إني أكون أقدر أعيل أسرتي يعني، وأكون عايش. يعني الحين مستمر يعني. الحمد لله أفكاري ما زالت هي في، وقاعد أبتدي من الصفر لله، وأقدر وأنا بالصفوط أبدأ أصعد. الله يوفقك. وياك حبيبي. والله وايد عندي طموحات، وايد وايد عندي طموحات. بس يعني كان كأولوية. كأولوية كنت أقصد يعني. عندي محل، عندي محل، وهذا افتح لي دكان تاجر يعني. ها الحمد لله وسط يعني، وسط اكون بايع. والحين الحمد لله انا بايع متجول متقاعد عباره ان شاء الله. الله يبارك فيك. وياك اخوي، وياك اخوي. الوظيفه اللي كنت احلم فيها صغير كنت احلم ان اكون في الداخليه. يعني حلمك صغير كنا يعني احب ان يكون عندي مال وسافر المحل من منطقه الى منطقه، سافر المحلات دنين اتجول. اي حب السفر انا. الله يرزقك. انا عندي حب السفر. مستقبلي انا قاعد يعني. لا وانا صغير كنت اتمنى اعيش مثل الناس يعني في وظيفه محترمه. وزاره الداخليه. صراحه ما كنت احلم في وظيفه اولويه. انا احب الزراعه. زراعة. ايه تمام. الله يرزقك ان شاء الله جميع. ان شاء الله زراعة. عندي واحدة خلي تمام. والله يوسع عليك جميع ان شاء الله.